سحوب وسايل كل واد منه والجيش عليه بات وفيه مقادر ورد والمراكز وحداه زاد كسايل ما ينهاد وجيش التحرير عليه زاد فلاح ولاك وزاد وتوقيع وعنه زاد سد الخوف من سداد وحر اللوطان لان حد عن بطلي تجداد وتملك فاح وذاك جاد لين عدو حد مرحبا بكم وسهلا كاملين المناضلين. مرحبا وسهلا. مرحبا وسهلا. من كفاح ولاك جد إلين عدوهن حد وانحياد ولعاد قاد منه تحياد وفاد ويقر العلة ما براد جنبو عاقب تحياد مزال الجيش معاه صاد ينحي مرحبا بكم وسهلا كاملين. اقتصاد وسازة وسعى منه عتاد وقت الفن فاس ولين قاد اقتصاد وعتاد والخراب اللي بيه صاد هذا الثاني صاد وسعى من عند قبال واد وناتاد وولاد ويحريق الماء واد مرحبا سهلا. صوت واضح صوت واضح. زين عندي تعلقوا لي لعاد صوت واضح. مرحبا بكم وسهلا وهلت. مرحبا بكم وسهلا كامل. مرحبا بك محجوبة. زين برجت الملوي والخشبي والله كاملين وحريش تردي ذاك زين وزين السكن وتسلاك لين المخيم يبرد عندنا الحالة لا من عند لا من عند السبعة ونصها في النهار ما فينا طمعة نتيجة للعمل الحمد لله حمام منين يبرد الحال لا نبغي نشوف المتابعين ونشوفوا شارك هذه وسائل التواصل أعطينا خير مرحبا بكم وسهلا كاملين. حلقة الليلة كنت معدلة حلقة في تيك توك حاضر فيها ياسر من هاي الشعراء وهذه وهي مناسبة يوم الجمعة كنا نستحضر نقول بعض من الشعراء ولا نقول الشعراء كاملين أكثر اللي جبرنا من المشاركات والمشاركات قبول محمد سالم والبادي رحمة الله عليه وبيبوه للحاج عمالقة الشعر الصحراوي الأصيل رحمة الله عليه وما نقدو يكون نتم ونتذكروهم لا نقدر يكون نسمو نتحجل قولهم ونقولوه لأنها بصمة تاريخية تبقى للأجيال تبقى للتاريخ تبقى لأولادنا عاقبنا يعودوا من اللي يقولوها ما هو اللي لا ذرق عنا ذرق عن عينينا ما فينا نتذكرهم بشي بقوله وبفعله ونحن الصحراويين لا إن شاء الله لدرقت عينين ولا عينيكم صوتي أنا مو واضح ريك واضح واضح ري مسموع ريك
وسط القبور مادو وعلى صعيد حرم طير مسموع. قلت انه الصحراوي والله المناضل اينما كان بقى تاريخ بقى بصمه بقى اي شيء للاجيال يالتو تم يذكر ويالتو تم يحجل ويالتو تم يداول بين الاجيال يالتنا نعود نجمعوا به يالتنا نعود ننشروا وسائل التواصل يالتنا نتم ونذكروا الاجيال عن كانت عن خالقه ان كانت هون مناضلين مخلصين اعطاوا شبابهم اعطاوا اعمارهم اعطاوا حياتهم وضحاوا من اجل هذه القضيه. وعلى رؤوس هذه المخلصين هم الشعراء واللي ياسر من الشعراء انا ما نعرفه واللي نعرف وتقد تعود عيب اللي نعرف وعيت عليه وهذا ناتج عن ذا يكرر علينا يوميا. نعرف الشاعر بيبوه للحاج اللي 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 قصايده وشعره حافظهم الجميع واللي منين يسمعهم حد يقول عنه هو اللي يتكلم وهو اللي يقول ذا لانه يتكلم عن واقع. محمد سالم بادي واللي قطعا عنه حتى هو هذو العمالقه اللي خلاوا ان القصيده الصحراويه قبضت موقعها في التاريخ. هذه القصيده اللي منين تنقال وكيف يعرفوا ونحن رايك الشعب الموريتاني عندنا قواسم مشتركه واللي يعرفوا هما عن محمد سالم والبادي وبيبوه للحاج قصايدهم وطلعهم اللي يقولوا بقاو بصمه تاريخيه حقيقه بقاوها لنا. ولذلك انا ذكرت اليوم هذو العمالقه هذو الاباء اللي اعطاوا بصمه واعطاوا تاريخ ذكرتهم اليوم الجمعه ومشيت وعدلت قداهم وعدلت صدقه توصلهم ان شاء الله توصل جميع موتانا واخترت مولي عني نعدل بث باش نقول شي من ذا القول ولا نقد نقوله يا خير بعد نحاولوا عنا نقولوا شي من ذا اللي قال محمد سالم والبادي وبيبوه للحاج في الثورة وذاك اللي ذاك القول اللي بقي في قلوبنا ياسر من الحماس الجياش اللي ذكرنا بالشهادة ويذكرنا بالوحدة الوطنية ويوعينا إلى عاد حد يرقد عن ذا يواعيه ويذكروا عنهم راهم ذو الرجالة ما مرقوا ذي الحفرة بذي الحفرة إلين بقاوا بصمة تاريخية ولا قط مرقوا برا ولا قط لودوا التموناكت ولا قط لودوا الفيزا ولا قط لودوا الباسبور باش يمرقوا. هذه قدوة يحتذى بها وانا بعد راني عاطيه وعد للشهاده وعاطي وعد لهم هما وعاطيته للمواطنات عني ما نمرق ذي الحفره ما عندي باسبور ولا عندي فيزا ولا نود لها ولا عندي شيء والزمن كفيل بيوضح ذا اللي نقول وعدي نفتخر به ياسر من الامور ما نفتخر بها غير بعد ذا الوعد كيف الباس تريا وكيف ياس انا نفتخر به وعد وعد عاطيته امام الله وامام العباد عاطيته ما لود التموناكت برا خارج ذي الحفره نهائيا باذن الله. لذلك مرقت على الموضوع لذلك موضوعنا الليله هو نبش في هذا القول الحساني نبش في هاي الذكيره اللي ما يقد حد ينبش فيها لانها فيها قدر من القول وفيها قدر من التمجيد المقاتلين وتمجيد الأجيال الثورة اللي اعطات والتوجيه قول بالتوجيه التوجيه بالوحدة الوطنية التوجيه بالثبات والصمود والتوجيه بالتكاثف الجهود والتوجيه عدم ذكر القبلية وتطبيقها والتوجيه بالدور الإطار بحد ذاته واللي خاص يعود فيه الإطار والدور بالمواطن اللي خاص يعود فيه المواطن ودور المخلص اللي خاص يعود فيه المخلص. لذلك نرحم عليهم هما الاثنين ونرحم على باقي الشعراء وعلى المخلصين الأوفياء
اللي اعطاوا ارواحهم واعطاوا شبابهم من اجل هذه القضيه ومن اجل الاستقلال على كام الربوع الساقيه الحمراء وادي الذهب. ولهي نبدا بقوله اللي عنده ملي مشاركه وباغي يكتبها لي في التعليق ونقولها ما عنده مشكل. هذا كامل الا من اجل الجيش الشعبي الصحراوي. مشولي اللي عنده مشاركه والله عنده قول من قول الشعراء القدام والله الجدد يتفضل به. خالقون قاف لهي نوخذوا ونقول القامة الكبير والشاعر والأديب بيبوه رحمة الله عليه يقول دور الوحدة ما ينجحد، دور الوحدة ما ينجحد، يلي جاهد مرامو ضامن مصالح كل حد في مجده واحترامه. هذا رأيك الكلام، راهو كل كلمة عندها معنى كبير ولغز كبير ما يفهموه ما الصحراويين المخلصين الأوفياء. دور الوحدة ما ينجحد، يلي جاحد مرامو ضامن مصالح كل حد في مجده واحترامه. لكن بعد زين الله يرحمه ويوسع عليه. هذا مولي يقول بادي واللي محمد سالم رحمة الله عليه وقايله على الخيانة، الخيانة ينعله وينعل ذاك الله يخون وينعل ذاك اللي خاين. يقول الخاين يسوى يسمعنا إن شاء الله يعود يسمعنا. الخاين وسوى يسمعنا، خاين ملعون اسوى شيكون. الخاين يسوى يسمعنا، خاين ملعون اسوى شيكون. باللي في الكلمة من معنى ومن أبعاد ونص مضمون. ولا عاد في مجتمعنا خاين هون مولي ملعون، وخير الهارب باللعنة من ذاك القاعد بها هون، خير الهارب باللعنة من ذاك القاعد بها هون. حقيقي يا خير اللي هارب بها بعيد، خير الهارب بها بعيد يقعد عند العدو عن ذاك اللي قاعد بين المواطنات، عن ذاك اللي قاعد وسط المجتمع، وعن ذاك اللي قاعد عينه مبلوظة يقول الكلمة اللي يبغى ويعدل الفعل اللي يبغى في هذا المجتمع. المجتمع اللي ما يطالب ما هو بتقرير مصيره، ما هو طالب حق عند حد، وإنما طالب تقرير مصيره. لذلك خير الهارب باللعنة من ذاك اللي قاعد بها هو. هذا الشاعر والقامة الكبير المرحوم بادي محمد سالم رحمة الله عليه. أعطيها خليني نكمل يوجي الله. يقول أم اللي الشاعر بادي واللي محمد سالم ذي اللي صار اللي ذا هو والله باطل هون في تمجيد الجيش وشكر الجيش بطولات الجيش بطولات مقاتلين وسود جيش تحرير الشعب الصحراوي، ولا نقدو يكون نذكرهم ولا نقدو يكون نشكرهم. يقول المرحوم والشهيد محمد سالم والبادي مانا كيف الجو بادي والمحمد سالم عفوا ما انا كيف الجيوش راح ذاك اللي يزه هو معام من قناهم ما فات صباح تزيه انت وحدك معدام، وذاك اللي يزه بالسلاح الا تزيه انت عدام. هذه مولي ما يفهموها ما هو الصحراويين الابطال المناضلين المخلصين. لا نعاود لكم لعل نعود خطيت، راهو هون يمجد المقاتلين يقول مقاتل الصحراوي يقول مانا كيف الجيوش راح ذاك اللي يزه هو عام، ذاك اللي يزه هو عام
من قناهم ما فات الصباح تزيه انت وحدك معدام، وذاك اللي يزو بالسلاح اللي تزيه انت عدام. الله يرحمه ويسع عليه ويرحم جميع الشهداء ويرحم جميع مناضلين اللي مشاو من أجل هذه القضية الوطنية ومن أجل هذا الشعب. نشوف اللي عاد عندي شهون يقول أم اللي الشاعر بادي واللي محمد سالم يقول يا الشعب ذكرك مرفوع لا تدير الوحدة في نزاع، يا الشعب ذكرك مرفوع لا تدير الوحدة في نزاع، لا ترضي بيها مفقوع لا تصيفط بيها ضمع. زين حتى زين حتى زين حتى وزين ويعرفوا هلا الصحراويين مولي ويفهموه وعارفين مقصد ذاك وعارفين اللي قاصد هو بيه. يا الشعب يا الشعب ذكرك مرفوع لا تدير الوحدة في نزاع، لا ترضي بيها مفقوع لا تصيفط بيها طماع. اخباره من دقاه والله ما نصيفط والله ما نرضيه، الباقي يطمع يطمع بعيد واللي ينفقع ينفقع على راسه. هذه قضية ماشي عليها جيال. العندو شي من ذا القولي قد يكتبولي في التعليقات باش هما اللي نعود وما خفتو. مرحبا بكم وسهلا. يقول أم اللي على ذكر القول وعلى ذكر تمجيد الجيش وعلى ذكر توجيه بالوحدة الوطنية والتمسك بالعهد عهد الشهداء، يقول مقاتل من المقاتلين واللي كان جاري يرحمه خطري والحمدي، يقول المقاتل خطري والحمدي يرحمه والشهيد، يقول أمناد باقي يستهدئ المبادئ ما يرخيها ويتمم ساير في الوحدة كيف أجداده ماتوا فيها. الوحدة شعلت لي شمعة الملوكة ما تطفيها، فيها جيش وفيها سمعة والدولة بتنات عليها. هذا منادم باقي يستهدئ المبادئ ما يرخيها ويتمم ساير في الوحدة كيف أجداده ماتوا فيها. الله يرحمه ويرحم جميع الشهداء. يقول أم اللي مقاتل المقاتلين حبل الوحدة يعتصم به المخلص 100% والخانك يا الوحدة نبذيه قولي له فيكم مكسية وأنا نضيف له الرهواج معها. تقول مولي منادلة من منادلات الثورة مليكة من ساغريشي تقول خالق شي عندي في المبدأ وثابت في القلب وفي النية وأربع عقود من الوحدة ما تقلعهم قبلية. هذه المخينزة اللي ما فيها مو تشتيت وتفرقة حد ينبذها صحراويين ما تثر عليهم، حد قد ينبذها وهي قالت ذا في ذا اللي طار خالق شي عندي في المبدأ وثابت في القلب وفي النية أربع عقود من الوحدة ما تقلعهم قبلية. عن ذا من العقود في الوحدة وعن ذا عن ذي عن شعب الصحراوي عائلة وحدة كتلة وحدة شعب واحد، وذا من السنين الخالفة في الخالفة وكل عاي وكل أم مرضعة أولاد جيرانها وكل أم وكل جارة تعتبر جارتها أختها. هذا من الوحدة ما تقلعوا قبلية إلى تموا لا يتكلموا بالقبلية وإلى ما خالق مجتمع ما فيه هذا النوع من الظواهر العنصرية وياسر من الأمور. غير الشعب الصحراوي ما قد تأثر فيه ما شاء الله الرحمن ولا هي اللي يتأثر فيه بإذن الله، لأنه أصلا مبني على الوحدة الوطنية وشيبتنا على الوحدة الوطنية. البناء هو ساس البناء، ساس البناء هو الوحدة، والوحدة هي الخيمة الكبيرة عندنا، وما دام الوحدة عندنا وما دامنا متمسكين بوحدتنا ما يقد حد يدخل بيناتنا ولا يقد حد يشتت وحدتنا ولا يقد حد يخسر هدفنا. هدفنا هو نيل استقلالنا وتحرير أرضنا، لذلك ما يقد حد بوحدتنا والتحامنا وانسجامنا ما يقد حد يخسر هذه الوحدة. خالق أم اللي شيهون للشباب
يقول يا شباب الصحراء صون، وهي شبابنا الحمد لله في مقدمة مقاتلين جيش تحرير الشعب الصحراوي، واللي متواجدين في الساحة، واللي لهم الشرف وكامل الفخر عنهم متواجدين في الميدان. يقول يا شباب الصحراء صون، عهدك عنك تم رعاه، وهجم يا الشباب وكون عند الظن اللي نرجاه. الانتفاضة في المدون، باش ما ننساو الانتفاضة، الانتفاضة في المدون للشعب على من عداه، نهدي تحية من هون الانتفاضة زينة والله. فاتقسمنا باليمين وبعون من الله، ما نترك ذا العهد لين الشعب يحقق مرجاه. ميليك المقرب مجنون، خطابه فاقد معناه، واللي كان لا مظنون عنه يتبع عهد باه. هذا 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 توجيه للشباب ورسالة للشباب، لأن أماننا أماننا الله سبحانه وتعالى ثم شبابنا، والشبابنا يعود متمسك بالوحدة الوطنية، ومتمسك بال بفكر الشهيد الولي مفجر الثورة، وبقناعة الشهيد محمد عبد العزيز، وبطولات إبراهيم غالي، ومقاتلين جيش تحرير الشعب الصحراوي، وأفكار أسودنا ومغاتليننا، ونضال وثبات وإخلاص وصبر المرأة الصحراوية. هذا هو الشعب الصحراوي، وهذه هي المرأة الصحراوية، وهذا هو الشعب الصحراوي، وهذا الشباب الصحراوي. لذلك من هون لا يدخلكم حد، وهون يا شبابنا أماننا فيكم، تبعدوا بعيد من الكتابات اللي في الفيسبوك اللي ما تخدم قضيتنا، وتبعدوا بعيد من شي لا يشكك بإخلاص وطنية وعدالة قيادتنا، لأن نحن نعرفوا الخاسر من الصالح، ونعرفوا قيادتنا اللي فيها خاسر وفيها صالح، وذا ما ينتعتنا. واليوم العائلة أولادها تعرف بيناتهم اللي مخلص واللي خاين واللي عميل، العائلة اللي شاملتها أم واحدة هو الشعب الصحراوي، تعرف المناضل مناضل، وتعرف المخلص مخلص، وتعرف الخاين خاين، وما نحتاجوا نطدنا في الفيسبوك. وعيوبنا نعرفوها، ولا نحتاج حد يقولها لنا في الفيسبوك. ما هو نعرية عن حد أبدا، ولا عندي صلاح في النعرية عن حد، ولا هو دفاع عن شخص نهائيا، وإنما خوف من الوحدة الوطنية من السهشي، وخوف من التحام الشعب، ولا يكتب لنا حد كتابات ما تبنينا، ولا يكتب لنا حد لان اصلا اللي يخرصوها نقدروا نخرصوها قراي ما يمأثره في وحدتنا، وكلها معروف وكل شويه معلقه بصخيبتها، كل شويه معلقه بصخيبتها. لذلك هون ومن ذا البث الصمود والثبات والوحده الوطنيه والالتحام هما رسالتنا، وهما هدفنا، وهما الوعد اللي وعدنا للشهداء. خالق مولي قصيدة قط قلتها 2017، وهذه مولي قايلها مقاتل وكاتبها لي مقاتل، وهذه تتكلم عن واقعنا في المناطق المحتلة، باش ما ننساهم لأنهم جزء لا يتجزأ من الشعب الصحراوي. خيمة واحدة المناطق المحتلة، ومخيمات العزة والكرامة، وجاليتنا في أوروبا، وجاليتنا يسوى منين، نحن شعب واحد. ولا نقول القصيدة، وهي قصيدة قديمة وقد قلتها في التلفزة الوطنية وفي الإذاعة الوطنية، ونقولها هم اللي نكررها. تكرار شي زين ما يخسر شي، تفو بها لا تكرار شي شين، ولا تكرار شي ما هو فيه فايدة للشعب الصحراوي. وهذه القصيدة تتكلم عن حقوق الإنسان في المناطق المحتلة، تتكلم عن اللي قايم به العدو المغربي في المدنيين الصحراويين، وتتكلم عن توسيع صلاحية المينورسو، تتكلم عن مراقبة حقوق الإنسان، واجب عنها تعود خالقة مراقبة حقوق الإنسان. وللأسف الشديد هاي السنوات حقوق الإنسان ما يخالقة، ومراقبتها ما يخالقة. تقول في صلاحية المينورسو، واجب ذيك الصلاحية تتوسع بأفضل كيفية في المدن وبشمولية، حق الإنسان شهباء منثور وخبر منسية، حق المرأة، حق الصبيان والكهل، وحق الباقية ينادوا بالحق العجلان، حقي في الديمقراطية والتعبير السلمي فحضان لاحتجاجات السلمية، ما هب عنف
ولا هبشي كان يسبب في العصبية اسلوب من اسلوب الشجعان مقاومة حضارية ما تنتهك حرم المكان ولا هي في الجار محالية ومعذة تحترم الأديان والشؤون الداخلية لين كان معذة تنهان على عينين الراعية بعثة الأمة وظيفتها السلم وتوقيف النيران والمتحدة هيبتها لعل تنصاب بفقدان الصلاحية هيبتها حق الأرض وحق الإنسان. إلى متى والناس سكوت تتفرج بطش الجبروت رجلينا يعذب ويموت ما متحرك نايب مكان لم تموت ولخت ولخوت اعلى عينين العيان والصرقة قاربها مزفوت من خيرات الشعب التزان من معادن وزان الحوت قدام العين بلا جحدان. بعثة الأمة وظيفتها السلم وتوقيف النيران والمتحدة هيبتها حق الأرض وحق الإنسان. هذه على ذكر المناطق المحتلة وأهالينا في المناطق المحتلة مناضليننا مناضلاتنا وبطلاتنا وأبطالنا ورانا مالنا فيكم كبير وفخرنا بيكم وذاك القطع عدلته ما ينسى ما هو اليوم منين ما تلات حقوق الإنسان مراقبة وتراجعتوا لأنكم خايفين عليه خايفين على حياة نسائكم وعلى شرفكم وعلى كرامتكم تراجعتوا ولكن ما هو تراجع في القلب وله تراجع في الدم وله تراجع في الدمير وله تراجع في الكرامة وله تراجع بمطالبة تقرير المصير أبدا وإنما لأن مراقبة حقوق الإنسان ما ثلاث قالق وهذا هو السبب. أماننا فيكم كبيرة أماننا فيكم كبيرة وفخرنا بيكم مفتخرين بيكم ذاك القط عدلتوا ما ينسى فجرتوا ولفختوا وقلعتوا راية المغرب ورشقتوا رايتكم ذاك عدلتوا ما يقدر حد يعدلوا يا الأبطال يا الشجعان ونمجدوكم وفخرنا فيكم وأماننا فيكم وأماننا في كل صحراوي وأينما تواجد وذا اللي تم نكره ونقوله في كل بلاصة وهذا هو خالق أمه اللي قصيدة فزمنك دايم يزيك وهذا اللي باش نمشو في اللي قط نقال ونقولوه لأن شي زين قط نقال اللي يسوي ينقال علق دايم يزيك شعبك دايم يزيك يناضل نضال وما هو مستحيل والقارح محمد الناجم ما يمشي دمو ذيك الحيل لابد الشعب من يواصل نين يحقق نصر ويزول يزول محمد يزول محمد ويصنع فاصل بينه والمغرب الدخيل هذا هو شعبنا وله يزول محمد إن شاء الله وله يزول السادس ويزول أعوانه ويزول والخونة ويزول الأعداء ويزول الجميع اللي كامل فيه مضر له الصحراء هذا هو الشعب الصحراوي وهذه هي وحدة الشعب الصحراوي وهذا هو نضال الشعب الصحراوي فم قناعات وفم نضال وفم إخلاص في الشعب الصحراوي ما هو في حد والدليل عنه صامد أكثر من 40 سنة هو ما هو لاجي خبزة وإنما لاجي كرامة ولا يطالب ما هو بتقرير مصيره ولا جاي يمد أيده الحد يطالب لقمة نهائيا جاي قاعد معزز مكرم في أرض الجزائر ما يطالب باللقمة شعب الصحراوي قد يفوت كم جعان وهذا ما علمهن أبائنا المقاتلين منين تقول جعان يقول لي شقها عنك شقها ما عندنا حد يطوي يقول باغي خبزة ولا عندنا حد يقول أنا جعان شباع في أخلاقاتنا وشباع في ضميرنا وشباع في قناعتنا هذا هو الشعب الصحراوي واللي معانا باغي يتضامن معانا يتضامن معانا سياسيا ويتضامن معانا في قضيتنا ولا يقول ندعمكم بالخبزة ولا ندعمكم بما هو خبزة لأن عدالة قضيتنا عادلة ولا نطالبوا ما هو بتقرير مصيرنا ولا نطالبوا ما هو بتقرير تحرير أرضنا وهذا هو اللي نطالبوا به اللي عنده قول من قول هذا الشعراء والله أي شاعر مقاتل والله كذا قد يكتبوه في التعليقات وأنا مستعدة عني ملي نقوله قدام الناس وخالق قصيدة حضرها لي منتي القصيدة اللي قايل بي أبوه عن خالق قصيدة ندور نختم بها إن شاء الله وهذا البث وهي قصيدة بيبوه في آخر أيامه
لهي نختم بها إن شاء الله ندور نختم بها، لأنها قصيدة فيها ياسر من الموعظة، وفيها ياسر من التوحيد، وفيها ياسر من 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 الصبر، وفيها ياسر من ياسر يقد حد يسمع. أعطيني لها أنا مو بلي عدلي يطفي، أعطيني السرجال والشراك. اعتذر عني ما حضرت ياسر من قولهم يا غير قبضت لا كل سرجال هذا حسيك دير لايف حسيك عيدة دير السرج بط السرج وبقى يحرك الموبل ياك الله واصلوا البث، واصلوا البث. قلت عنه ها كيف تحي كودك، قلت عن هذا في ذكر هذا القامة وهذا الشعراء اللي بقاو بصمة تاريخية وبقاو تاريخ حافل حقيقة من 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 الكلمة الحسانية ومن الكلمة العربية الفصحى، وخلاوها الأجيال يالت الأجيال يتموا يداولوا هذا الكلام، يداولوا هذه القصائد. لا تخلوا تاريخكم، ولا تخلوا هذه البطولات، ولا تخلوا هذا الكلام الزين يمشي ما قبضوه هذه الأجيال. خاصهم يقبضوه، يقدوا عودوا ما قراوا في المدارس، ويقدوا غير خاص العائلة. العائلة تم تقول ذا النوع من الكلام قدام أولادها، كل عائلة تذكر بقول الشعراء اللي مشاو، وتعطي بهم الأمثلة، وتعطي بهم كل شيء باش الأجيال تتمس تقبض يرسخ في ذهانها هذا رأيك الكلام اللي ذهبه. لا تتموا لا اللي درق عن عينيكم وتدرقوه كأنه ما قطع الدرش. خالقين مناضلين طاوة 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 في القضية، خاص وسائل التواصل تم تذكرهم، تم ذكروهم، ذكروا بطولاتهم، تم ذكروا أمجادهم المقاتلين اللي مشاو، تم ذكروهم، تم ذكروا شهداكم، تم ذكروا العارفات اللي مشاو، انظروا تاريخهم ايش قد تعدلوا. لين نختم لكم بقصيدة بيبوه، اللي هذه القصيدة حد سمعها فم ياسر من الموعظة، وفم ياسر من الصبر، وفم ياسر من 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 هذا قبال يظهر الشعب الصحراوي. هو ذاك الزمن طريح الفراش وقال هذه القصيدة اللي هي اللي قاطع بي الأسباب، اللي قاطع بي الأسباب وماسيني فكري محذوف، ما بي عني راسي شاب ومراكيب الرحيل وقوف. ليه نعطيها لنسمعها لكم فيديو العتمة واضحة ما اللي يقولوها لي. ما بي عني راسي شاب ومراكيب الرحيل وقوف، ولاني مخوف من العذاب من ظني، فالله المظروف ولا الفراق مع الأحباب، ما ريت معه التكيف اللي خالق لافت الأنظام وثابت ما هو رد الخطار، هذه تشبط الأوتار كل نهار علينا معزوف، ومزقل كل نهار ونهار من الأعمار ولا هو مخلوف. علم كارد ذاك المسار شور الدار اللي ما معروف، يا كان منه خالق في الدار والله خالق في الدار الخوف. هذه واضحة سامعين هي. والعقل ومن الأخبار ضافع للضيوف الرؤوف، اللي قاطع بي الأسباب ومخليني فكري محذوف. ما بي عني راسي شاب ومراكيب الرحيل وقوف، ولاني مخوف من العذاب من ظني، فالله المظروف ولا الفراق مع الأحباب، ما ريت معاه التكيف. أهلي والوالدي يا ربي والمؤمنين، الجو والمؤمنات معي كل ملاد باسمه معروف،
ولمة محمد كلية يوم ما أنه تخلوا في ينادى جمعة تثنية مظروف وراها سبع صفوف اجعلني من الأسباقية في الفردوس ونسمع ونشوف متحكم طه فيدية ماني رجفان ولا مخوف في الحور زقنا عينية ونطوف اللي نختار نطوف اللي قاطع بي الأسباب ومخليني فكري محذوف ما بي عني راسي شاب ومراكيب الرحيل وقوف ولاني مخوف من العذاب من ظني فالله المظروف ولا الفراق مع الأحباب مريت معه التكيف ربي حد في قلبه الإيمان الراسخ من بعث الرحمن ومن نساء العصر وشبان العصر فهذه تكاتف أموما يتعطاه في الأزمان ساكن بين الرجاء والخوف ومن كان الحق هذا دوان راسه صوف وعظمه مرشوف نجيهم من ذاك الحسران ولا طولت عليهم الوقوف ودخلهم جنات الرضوان ما مشوف عليهم مشوف هم محتاجين الغفران وانت معروف انك رؤوف يقاطع بي الأسباب ومخليني فكري محذوف ما بي عني راسي شاب ومراكيب الرحيل وقوف ولاني مخوف من العذاب من ظني بالله المظروف ولا الفراق مع الأحباب ما ريت معه التكيف ربي وقت عاد الميعاد ما يبعد وله من زاد اغفر لي مجموع الحصاد مسموع الصور لما اشوف واغفر لي ياسر من الملاد واللف في الادو والمدفوف واعطيني ثواب القرنادل وتلاطين عليه الصيوف اللي ناوي به الجهاد ولا تبعادي لجيت تشوف ما عندي مشكل من العباد في المحبة والتعاطف ولاني خايف من فارس مات فيا من تجاه المصروف وقعدت على ظهر الميلاد من الشابه للطير المنتوف أظهري معكوف وبصري عاد من الحروف قليل اللي شوف وكايدني الوقوف القعاد ومدهشة القعاد والوقوف عزمت على ليل المراد ودخلت على باب الرؤوف يحوشيني صف الحسان وصفوف التالف والمتلوف ونعود الصفوف العباد ما عندي شيء للتطرف ونتوالى مجموعات اجداد ما فيها شيء عرض مكشوف من اولاد اجواد وتيلاد وتخوف وتامر بالمعروف وضد البطش وضد الفساد وضد المنكر والتخلف وهذه هي الاجواد القاد يعود معها تحلف اللي قاطع بي الاسباب ومخليني فكري محذوف ما بي عني راسي شاب ومراكب الرحيل وقوف ولاني مخوف من العذاب من ظني فالله المظروف ولا الفراق مع الاحباب ما ريت معها التكيف سمعت هذه القصيدة اللي كانت في آخر أيامه رحموا عليه كاملين ورحموا على جميع الشهادة ورحموا على جميع المنادلين اللي معلوم به واللي ما هو معلوم وهذه هي الدنيا ما خالق ما هو خليتك على خير وما خالق ما هو الموت ولا راجين من عند الله يجيبها لنا خاتيمة زينة ويعطينا استغلالنا ممرق عنا هذا العدو ودعاكم يوميا الدعاء هو اللي ينفع والدعاء هو اللي ينفع دعاكم يوميا يرحم الشهادة وينزل الرحمة بيناتنا ويطير عنا ذا العدو ويطير عنا ذا العدو الظالم المتعدي اللي أكثر من 40 سنة ونحن على اللجوء والشتات واللي في المناطق المحتلة واللي في جاليات أوروبا واللي ما معروف منين وهذا السبب وهذا العدو المغربي حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل واللي باقي نقول للصحراويين وحدتكم تلاحمكم ورحمتكم هي أساس نجاحكم وصمودكم هذا هو ما تخلوا حد يدخل بيناتكم ولا تخلوا حد يشتت أفكاركم ولا تخلوا حد يتكلم لكم في قضيتكم ولا تحتاجوا تخونوا كي اللي قال الشهيد محمد عبد العزيز رحمة الله عليه تشويهنا في وسائل التواصل وكتابات اللي ما هي قايسة شي عن قضيتنا وعن شعبنا يا ولادنا ذا ما يبنينا ولو كان الكتابة عن أي شخص والله عن أي إطار بانينا هم ما يقولوا ذاك الشخص وما يقولوا البوليزاريو لو كان ينقال لذاك الشخص ولذيك العائلة راهو هم يتوقفوا به وراهو عيبوا عليه غير منين يقولوا نحن فلان ولا فلان قائد الوزارة الفلانية ولا قائد كذا ولا قائد كذا هون اللي ينقال لا قائد البوليزاريو ولا قائد الصحراء الغربية ما ينقالوا اللي فلان لأنه هو جاي ما هو فهم ما هو جاي باسم عائلته
ولا هو جايفه ما هو مسؤول عن عائلته وحدها ومسؤول عن شعب كامل. ونحن علاج الفساد والله علاج العيب والله علاج فشل اي قائد في دينه. عندنا مؤتمرنا وعندنا مهرجاناتنا وعندنا ندواتنا نمدوا فيه الصبع، ما خالق حتى خبط في وجه النور ولا خالق حد خايف من حد، من اجل قضيتنا ومن اجل مصيرنا ومن اجل مستقبلنا قادين، ما خالق شيء ما نعدله غير ما هو برحية لا بشماتك امام التواصل وسائل التواصل. هذا الشيء لا يغتفر وهذا الشيء ما اسمنا كاملين وما اسمنا قضيتنا. اتمنى لكم ان شاء الله التوفيق والسداد. وهذه لايفاتي انا انت منين يحجلين عني نعد اللايف، ما هو مبرمج ونقول في ذاك اللي لحق اخلاقي واللي موجهته لشعبي قايسة به اولاد شعبي وقايسة به بنات شعبي وقايسة به قضيتي ولاني قايسة به حد ثاني. هذه انا يعني منطلقة من نفسي، ما عايز علي حد ولا قايل لي حد عني نقول ذا ولا يقد، لانه كلها عنده ضميره كلها عنده افكاره كلها عنده توجهاته، يقول هو اللي يبقى ويشرح ذاك اللي يبقى وذاك هو أدرى فيه، لذلك كلها عنده قناعته وأنا قناعتي عن ذاك العهد اللي مشاو عليه الشهادة هو اللي ماشي عليه. نتكلم كلامهم ونقول قولهم وماشي على خطهم وهذا هو، ما هو طمع فيشي لا مسؤولية لا مادة لأي شيء يسوه وشنه. هذه هي قناعاته اللي انت ماشي عليها إن شاء الله. أتمنى لكم التوفيق والسداد وكل الوطن أو الشهادة، ولا بديل لبديل عن تغرير المصير، لا بديل لبديل عن تغرير المصير. المجد والخلود للشهداء والهزيمة والذل والعار للأعداء، الهزيمة والذل والعار للأعداء. لا نمت عين الجبناء، لا نمت عين الجبناء، وتفوع للمويليك وتفوع لعوانه وتفوع للمغرب كامل، والله ينعلها سلعة وتفوع لكماراتهم، والله ينعلهم حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم.